لم يكن العوق حاجزا أمام طموحاتها، بل أرادت إثبات الذات والقدرة على تحقيق الإنجازات، فحصدت ميداليات باختلافها في المراكز المتقدمة آسيويا وعالميا في مشوار طال لسنوات. إنها أميرة كاظم، بطلة عراقية في ألعاب القوى، خطفت لبلدها ولمدينتها السمراء ألقابا متعددة، لكن ماذا جنت؟ عدسة سامراء وثقت حزنها على تهميشها ونسيانها من قبل المعنيين. يعني انتوا جاي تشوفون التمرين اللي احنا والمعاناة اللي نعاني، انا بالنسبة لي اصدقاء اهلي وبعد الطريق اللي بيتنا وبين الاندية اللي انا اتمرن بيها، وقلة الادوات وقلة الاهتمام، بس احنا جاي نقدم اللي احنا نقدر عليه بالتمرين مالتنا، ورغم هاي المعاناة ورغم اللي الظروف الصعبة اللي احنا جاي نعيشها، ما جاي نشوف اكو اهتمام لا باللاعبين اصحاب الانجازات ولا باللعبة مالتنا، يعني وخاصة المحافظات، يعني المحافظات رغم صعوبة المكان اللي يتمرنون به، انا اشوف من خلال محافظاتهم تهميش للاعبين وخاصة اللاعبين اصحاب الانجاز. بالنسبة لي ميداليات كلها بالنسبة لي عزيزة مثل الام لاولادها، بس اقوى ميدالية بطولة العالم، حصلت 9 ميداليات عالمية، 3 فضة و6 برونزي، وبطولة آسيا ذهبيات، وبطولة العرب، والباقي يعني كل الدول وكل يعني اعتز بهن، كل رفع بهن علم البلد. صعوبة كبيرة تلاقيها في خروجها من منزلها وتلقيها تدريباتها البدنية في صالات التدريب، والتي دائما ما تكون في الديوانية خاصة بالرجال فقط، وغيرها من الصعوبات التي تحدتها أميرة، وهي لا تساوي فرحة الحصول على الإنجاز الرياضي. والله هاي جاي شوف انت، يعني انا الوحيده البنيه اللي موجوده بالقاعه الاهليه اللي هي اختصاص كمال اجسام واختصاص حديد، بس شو نسوي هاي، لان احنا ما موجوده عندنا قاعه، فاحنا لازم لعبتنا لعبه قوه، فلازم يكون اكو حديد اكو قاعه، فهاي الصعوبه تجي. يمكن لو تصور الشباب كله شباب اكثرهم مو رياضيين، وهاي في معاناه بالنسبه لي انا معاناه، يعني بالاضافه لها تمارين بنش، تمارين قوه، يعني بس شو نسوي هاي اللي موجود. امنيات عديده تحلم بها اميره بان تتحقق، وباتت تنتظر لحظه جعلها حقيقه، ويكاد يكون اهمها دار سكن يحتضنها مع شقيقتها وترتاح من شبح الايجار الذي يلاحقها كل بدايه شهر. يعني احنا ملينا من الكلام الحكومة، سواء الحكومة المركزية او الحكومة المحلية، نقول خلي الله بين عيونكم، ويا ريت يعني تبارون لهاي الناس اللي انتو يعني صرتوا مسؤولين عليهم، فنقول يا ريت تهتمون يكون اهتمام، وخاصة الناس اللي تعبت واصحاب الانجاز اللي رفعوا علم بلدهم، اقول يا ريت تهتمون بهم اكثر من هم اللي يشيلون اسم بلدهم وراس بلدهم اكثر من عندكم انتو. من الديوانية محمد المختار، قناة سامراء.